للحديث حول الموضوع ينضم الينا من عمان الباحث السياسي العراقي الاستاذ حسين العليان. اهلا بكم استاذ حسين الى هذه الجوله الاخباريه. بدايه، كيف تفسر الصراع المحتدم على وزاره الداخليه من قبل الاحزاب السياسيه؟ يعني هي ليست اول مره. هذا الصراع صار اكثر من ثلاث دورات. هناك صراع على وزارتي الدفاع والداخليه كوزارتين سياديتين مهمتين، من يمسك بهما يمسك بتلابيب الامن في العراق ومفاتيح السلطه الرئيسيه. وبالتالي من الطبيعي ان تتنافس القوى على هذه الوزارتين، سيما وانه هناك دول اقليميه فاعله ومؤثره تدفع باتجاه ان تكون اي من الوزارتين او تلك الوزارتين محسوبه عليها. نعم. أستاذ حسين، يعني صحيفة ذا أيرش الإيرلندية تحدثت أن هناك صراع شيعي على السلطة. هذا الصراع أدى إلى تعطيل تشكيل الحكومة. يعني ما دلالات هذه الانقسامات التي بدأت بالتحالف الواحد ثم الكتلة حتى وصلت إلى الحزب بأكمله؟ يعني شوف، في هاي التفاصيل ليست كثير مهمة. هناك خلافات على المكاسب داخل الائتلاف الواحد، سواء كان هذا الائتلاف ذو صفة شيعية أو ذو صفة سنية أو كردية. يعني هو صراع المكاسب قائم، لكن في إطار استراتيجية ثابتة لكل الأطراف في هذا المحور أو ذاك. يعني في هذا الممثل أو المكون وذاك المكون. وبالتالي مسموح لهم مستوى معين من الصراع حول تلك المكاسب، بس إذا ما قررت القوى المشغلة للأطراف العملية السياسية في العراق أن تحسم الأمر فستحسمه بسهولة. نعم، لماذا نجد إصرار من قبل تحالف الفتح على ترشيح فالح الفياض؟ يعني أولا، فالح الفياض سبق وأن قدم خدمة جليلة بإنهاء تحالف النصر، انسحابه من تحالف العبادي، وبالتالي شيء من رد الجميل للفياض. ثم أن الفياض بات يعني طرفا متوافق عليه نسبيا إقليميا، وبشكل أساسي محسوب على المحور الإيراني بشكل أكثر. و يعني تأييد الفالح الفياض أكيد يعني له ما له خارج الحدود. نعم، الأستاذ حسين العليان الباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.